في مجال التعليم الأساسي والثانوي حل واحد لمواجهة الهدر المدرسي، توفير مراكز للإيواء بالنسبة للتلميذات والتلاميذ خاصة في العالم القروي. من بين المشاريع داخلية إيكاون بإقليم الحسيمة التي ستفتح أبوابها قبل ما تم هذه السنة لما يزيد عن 200 تلميذ وتلميذة. روبورتاج واد العزوزي ومحمد حجوب. قدر بعض تلاميذ العالم القروي أو الجبلي أن يقطعوا مسافات طويلة مشيا على الأقدام أو على ظهور الدواب ليحظوا بفرصة للتمدرس، وهذا حال عدد من التلاميذ بجماعة عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة الذين يقصدون إعدادية إيكاون من دواوير نائية. أنا أسكن في الدوار علاوة وكان أقرأ في إيكاون وما عندناش الداخلية في إيكاون. ساكنة في الدوار العزيب بعيدة شي 14 كيلومتر. ندوان زياس. شحال بعيد؟ 17 كيلومتر. كيلومترات عديدة يقطعونها وفي طرق غير معبدة وتضاريس وعرة وطقس بارد في فصل الشتاء. عوامل تفسر ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بهذه المناطق الجبلية، وذلك في انتظار انتهاء أشغال مشروع بناء داخلية إيكاون التي رصد لها غلاف مالي يفوق 7 ملايين درهم، وكذلك انطلاق مشروع إنجاز ثانوية تأهيلية. هاد المشروعين كتكون البنية التربوية قد استكملت بالنسبة لجماعة عبد الغاية السواحل وكذلك الجماعات المجاورة، بحيث أن الداخلية ينتظر أن تستقطب أكثر من 200 تلميذ وتلميذة. السؤال: هل ستكفي داخلية إيكاون لإيواء تلاميذ عشرات الدواوير بالجماعة القروية عبد الغاية السواحل؟ والجواب: ألا تدوم على ظهور الدواب رحلة التلاميذ إلى المدارس ليتمكنوا من دفع شبح الانقطاع الدراسي عنهم.